بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انهينا تقريبا موضوع السامسونج من حيث قراءة الفلاش السليمة وتحميل الفلاش على برنامج الأودن وتفريش الجهاز، وكان المثل جهاز الـ A71. الآن أخذنا التعريف السليم، التفكيك والتشريح للفلاش بشكل صحيح عشان تعرف الحماية والتوجيه، أخذنا كيف نعمل سوفتوير كامل للجهاز. الآن ما ينطبق على جهاز الـ A71 اللي مثلنا عليه ينطبق على باقي أجهزة السامسونج. كملنا طبعا معادلة الـ MTK، أخذنا عنها دروس يعني مفصلة إن شاء الله تعالى، وما كان فيها أي مشكلة بإذن الله. اللي بتبع الفيديوهات راح يعرف إنه كل شيء موجود بالـ MTK من حيث التعريفات والتعامل والتفريش كان إن شاء الله تعالى واضح. الآن أعتقد السامسونج كملنا لحد الآن. باقي أمور السامسونج إذا تم إجراء عمليات مستقبلية للسامسونج راح يتم نشرها في نفس قائمة التشغيل، حتى يعني اللي بدخل على قائمة تشغيل السامسونج تقريبا سيجد كل ما يلزم أجهزة سامسونج، طبعا ضمن الأجهزة المتاحة بين يدي اللي بقدر أنا يعني أوفرها من حيث التفليش، من حيث فك الـFRB، أي شيء، تصليح آيمي، أي شيء أي شيء بمر عليه بالسامسونج راح نضيفه لقائمة تشغيل السامسونج. الموضوع المهم والنصيحة اللي ممكن أقدم لك إياها بعد انتهاء دروس السامسونج: السامسونج جهاز حساس، جهاز حساس، يجب الالتزام بالبيس باند او التوجيه والالتزام بالحماية. يعني ذكرنا انه لما تفلش جهاز لازم يتوافق اسم الجهاز، وبعدين البيس باند، بعدين الحماية. هاي ثلاث اشياء اساسية ورئيسية وضرورية في تفريش اجهزة سامسونج. اهم شيء يعني بالموضوع انك تكون قادر على التعامل مع أجهزة سامسونج وما تسأل أي حدا كيف أقدر أتعامل معها. إن شاء الله تعالى كانت الشروحات واضحة من حيث الحماية والبيسباند والقراءة واليوم والتاريخ والسنة الإصدار الفلاشة، كل شيء أعتقد كان واضح. ما ظل عندي يعني بالنسبة للسامسونج لحد يعني الآن حاليا أي شيء ممكن يتم ذكره يعني كمبدأ كأساس التعامل مع هواتف السامسونج. مش عارف شو رايحين نبلش يعني الآن بعد السامسونج. طبعا زي ما حكينا احنا اي قائمة تشغيل يتم الانتهاء منها مستقبلا، اي شيء جد بنفس النوع راح يضاف لقائمة تشغيل السامسونج. راح تكون القناة مقسمة على قوائم تشغيل زي ما حكينا. كل شيء مستقبلا ممكن يتم نشره بالقناة الاولى بالقناة الثانية، يعني عادي على الجهتين. سأقوم بنشر بعض الفيديوهات من القناة الثانية الأولى على القناة الثانية بما يخص السامسونج، بما يخص التعامل مع السامسونج. مثلا ممكن في تصليح آيمي، ممكن في شروحات عن بوكسات بما يخص السامسونج. هذا كله ممكن ينتشر أو أنشره في قوائم تشغيل القناة الثانية بما يخص السامسونج. وإذا تطرقنا لأجهزة الهواوي أو مثلا الانفينكس، التكنو، الايفون، كله ان شاء الله راح يكون ضمن قوائم تشغيل كاملة وما يكون في اي مشكلة بالنسبة للمتابع اذا تابع الموضوع بشكل يعني دقيق وتركيز. المطلوب بالفيديوهات التركيز، يعني كأنك تجلس في قاعة والمحاضر ينطيك محاضرة. حط الفيديو على جنب الشاشة وطبق ما تتعلمه على باقي الفلاشات الموجودة عندك على الكمبيوتر. إذا كان عندك فلاشة سامسونج، لو جينا لموضوع التفكيك مثلا تحليل الفلاشة، افتح الفيديو، حط فلاشة من عندك، افتحها، شوف، طبق ما يقال في الفيديو بالتفصيل مرة مرتين ثلاث حتى تتمكن من موضوع قراءة البيس باند والفلاشة أو الحماية السليمة للجهاز، حتى ما يكون في عندك مشاكل خلال إجراء سوفتوير في المستقبل. طبعا عتب على
يعني كثير من المتابعين انه ما بيحضر الفيديو كامل، ما بيحضر الفيديو كامل، بيحضر دقيقة دقيقتين وبعدين بيطلع، وكأن الأمر ما بعنيك. إذا كنت مبتدئ يجب التركيز ومشاهدة الفيديو كامل كامل. هناك أشياء يتم ذكرها في أثناء الفيديو حساسة ومهمة جدا جدا، يعني لا نستطيع في بداية دقيقة أو دقيقتين من الفيديو نعطيك كل شيء يدور في موضوع السامسونج. خلال الفيديو ما يطرأ من تغييرات من أشياء خلال سطر يتم ذكرها. المشكلة إنه بعد هيك بطلع حد بيسأل إنه كيف أو شلون أو كيف صارت العملية، يعني لأنك أنت مش مركز بالفيديو ومش متابع الفيديو صح، فأنت تعاني من بعض الأمور التفصيلية والدقيقة. رحين إن شاء الله تعالى نبلش في أجهزة أخرى، مش عارف ممكن بيش أبلش شو يطلع معي إن شاء الله، على أمل إنه نطلع في منظومة معينة من حيث قوائم التشغيل والتدريب لكافة الذين يرغبون بالاستفادة من القناة. والله أنا جعلت القناة هاي في سبيل الله، إن شاء الله تعالى يكون فيها حسنات إلي وفائدة لكم جميعا. أتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.